لقد انتصر السادات ورفاقه جميعا أكثر من مرة، بل أكاد أقول إن حياته كانت سلسلة من الانتصارات. أما الإحباطات فكان يحولها دوما إلى انتصار. السادات ابن هذه الأرض الطيبة ستظل ذكراه دائما حية في القلب والوجدان، ستظل حية إلى آخر الزمان. وما أجمل أن نتذكره بإعادة قراءة كتاباته. فلم يكن السادات قائدا فقط، وإنما كان كاتبا قديرا، تشهد على ذلك كتبه التي نعيد طباعتها ونشرها لتتعلم الأجيال الجديدة تاريخها وتعتز به.